يعني شو اللي يفهمه؟ أنا أحبه وهو أكيد مستعد إنه يحبني ويدري إنه معاي بيعيش مرتاح، فأكيد ما رح يهدني وعادي مع الوقت يمكن يحبني. بعد إيش المشكلة إذا هدنه؟ أنا شلون أعرف إنه عنده استعداد إنه يسويها؟ أنا لازم أعرف وأتأكد بنفسي. هلا ريم، ايش دعوة اليوم بالمهرجان؟ لا قعدنا لا سولفنا. وانت تدين يعني كان زحمة ولوية، ما قدرت اقعد وياك. ترى انا زعلانة طول الوقت بالمهرجان وانت قاعد وياها سوالف وضحك وهادني بروحي، لو كل ما يتبكلمك قالت لك حبيبي وحبيبي.